وقد جاءت توصيات بكل موضوع يوم مصداقية السيد الرئيس، وجاء في كلام الإخوة كل المتدخلين. أولا التأكيد على التقائي المخططات التنمية هي ضرورية وضرورة واختيار رابح باعتبار التقارير والقوانين والتوصيات المختلفة الصادرة بمختلف المستويات سلطات القرار ببلاد وعلى رأسهم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. ثانيا وضع إطار خاص للعالم القروي والمرأة يراعي الجوانب التنظيمية والجغرافية والإنسانية والبشرية والمجتمعية من أجل تحقيق التقائية والتنمية بهذا المجال. ثالثا مطالبة بوضع ترسانة قانونية ومصدرية واضحة ومفصلة تؤطر وتحدد التقائية السياسات العمومية العامة ومخططات التنمية الترابية على الخصوص باختلاف مقاييسها ومواضعها، وذلك في كل المراحل الإعداد والصياغة والتنزيل والتتبع والتقييم مع تحديد المسؤوليات والواجبات لكل الأطراف المتدخلين، سواء كانت مصالح خارجية، جماعات ترابية، غرف مهنية، قطاع خاص أو مجتمع مدني باعتبار حجم المسؤولية والتمثيلية. رابعا تفعيل دور اللجان الجهوية والإقليمية والمحلية المشتركة في صياغات المخططات التنموية لتثبيت البعد التقائي للمخططات التنموية وتثبيت هذه الثقافة في وضع المخططات. خامسا توضيح دور وحجم تدخل سلطات الوصية أو الوصاية وكذلك المصالح الخارجية والمجتمع المدني في وضع المخططات التنمية. سادسا وضع مصادر واضحة للتعاقد والتتبع والتقييم وافتحاص التقائية في وضع وتنفيذ مخططات التنمية مع وضع آلية قانونية لمراجعتها وتحيينها عند الحاجة. سابعا ضرورة وضع إطار واضح لصفقات المتعددة الأطراف من أجل تحديد المسؤولية والالتزامات المالية خدمة الحكامة والمساءلة. ثامنا تكوين والتكوين المستمر كآلية تأهيل وتحسيس والتنسيق على مستوي الحزبي والمؤسساتي. تاسعا تقوية التواصل الحزبي بين القيادة والمناضلين من أجل تحقيق الأهداف المسار التنمية وخاصة مع الوزراء التي يدبرها بالحزب. عاشرا وأخيرا تغليب الجانب الأولوية والمنفعة العامة في مشاريع التقائية الترابية والقطاعية. تلكم سيد الرئيس هي توصيات هذه الورشة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.